احنا في اطار استقبال المغاربه العالقين بالخارج واللي تم الاستقبال ديالهم بعماله المضيق الفنيدق في منتجع كابيلا فيستا وتامودا بيتش واللي العدد ديالهم كيتقدر ب 305. وحنا كنا على اهبه الاستعداد حيث وجدنا واحد الطاقم طبي اللي كيتكلف من 6 ديال الاطباء و14 الممرض في اطار الكشف المبكر على الفيروس ديال كوفيد. وهذه التحليله هذه اللي كنقوموا بها في اليوم الاول من اجل اثبات خلو هذه المجموعه هذه من الفيروس ديال كوفيد، واللي غادي نعاودوها ان شاء الله في اليوم التاسع اللي على بناء عليها غادي يتم وغادي نقروا باش ان هاد الناس هادو يلتحقوا بالاسر ديالهم وبداويهم. وهاد الاطر الطبيه ماشي الدور ديالها غير التحليله، بل بالعكس هو القيام بالتتبع اليومي للحاله الصحيه لهؤلاء المغاربه العائدين، بالاضافه الى التدبير اليومي لبعض الحالات كالامراض المزمنه كارتفاع الضغط الدموي، امراض القلب والشرايين وداء السكري. عشنا بخير والى اخره. المغرب الحمد لله تكلف بكل ما يتعلق بالايواء والماكل والمشرب وبخير وعلى خير. وحنا اليوم احنا وصلنا للمغرب وحنا في الاجراءات ديال باش عاوتاني نكونوا في واحد الايواء اخر تحت الحجر الصحي، ورحنا بخير وعلى خير. وحنا كنوه بالمجهودات اللي كتقوم بها الدوله وبالمجهودات اللي كتقوم بها السلطات، والحمد لله على كل حال. انا من الناس اللي كانت عالقه في تركيا في ديار تركيا لمده 3 اشهر، والحمد لله دازت الامور بسلاسه وبسلامه، وكان هناك معاونة ديال الجميع من طرف القنصلية المغربية في اسطنبول الى الحضور ديالنا هنايا في الديار المغربية. والحمد لله حنا دابا كنتسناو النوبة باش نديرو التحاليل وناخذوا غرف المبيت ديالنا ان شاء الله. هذه بادرة طيبة اللي دارت الحكومة باش جات الناس المغاربة العالقين في تركيا، وكنتمناو الاخوان ديالنا يلتحقوا بنا اللي مازالين تما، واخا كان شوية ديال التأخير ولكن الحمد لله من وصلنا بخير وعلى خير. وكنتمنوا كاع المغاربه اللي عالقين في جميع الدول العالم يلتحقوا بنا ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.